بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 73 بعد 102. الحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة والباطنة، الصلاة والسلام على نبينا محمد المؤيد بالمعجزات الباهرة وعلى آله وأصحابه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله في بيان بطلان تأويل آيات الصفات، قال: ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها نموذجا يحتذى عليه، ونعبر بصفة اليد، قد قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة ودون إبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء، لأن العطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق. صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة، وكان ظاهره الجود والبخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقولون: فلان جعد البنان وسبط البنان. فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين فهذا حق، وإن زعم أنه ليس له يد زائدة عن الصفات السبع فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. أما الأول فيقول إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية للشيء باسم سببه، كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم: لفلان عنده أياد. وقول أبي طالب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب رد راكبي محمد رده علي واصنع عندي يدا. وقال عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه، لأن القدرة هي تحرك اليد. يقولون: فلان له يد في كذا وكذا. ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، يريد أن نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله تعالى: بيده عقدة النكاح. والنكاح كلام يقال، وإنما معناه أنه مقتدر عليه. وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قوله: ذلك بما قدمت أيديكم. والعرب تقول: يداك أوكتا وفوك نفخ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة،
لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيده وفمه. أقول هكذا: قرر الشيخ رحمه الله أن الأصل في اليد الحقيقة، وقد تطلق اليد ويراد بها معاني أخرى إذا دل الدليل على إرادة تلك المعاني. ثم واصل الشيخ مناقشته مع المناظر فقال: قلت له، أي للمناظر: ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله، والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته، تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي على هذا كله، فقالوا إن المراد نعمته، أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود. وقوله لما خلقت بيدي، أي خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقة. قلت له: فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعم. قلت له: فننظر فيما قدمنا. المقام الأول أن لفظ اليدين بلفظ التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن في لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد، كقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس، ولفظ الجمع في الاثنين، كقوله: صغت قلوبكما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع في معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية، ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كقوله بما قدمت يداك وقدمت أيديكم، ومنه قوله مما عملت أيدينا أنعاما. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه، ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك، ويقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه، إلا ويكون فعله بيديه حقيقة. ولا يجوز أن يكون لا يد له، أو أن يكون له يد والفعل واقع بغيرها. وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.